التطورات في جبل أشعامبي، حيث واصلت اليوم العشية قوات الجيش الوطني عمليات التمشيط، وتمكنت عبر إطلاق القنابل ومساعدة فرقة الهنسة العسكرية ببنزرت من فك جميع الألغام المزروعة من قبل العناصر الإرهابية. نتابع أكثر تفاصيل موضوع هذا مع أيمن معتوك. يواصل الجيش التونسي عملية التمشيط الواسعة في جبل الشعامبي بولاية القزرين بحثا عن مسلحين، فيما لم يظهر أي عنصر من العناصر المسلحة إلى حد الآن. وواصل اليوم العشية الجيش الوطني عبر المروحيات استعمال التلقات النارية والمتفجرات الخفيفة لتفجير العبوات الناسفة والألغام المزروعة في الجبل. في المقابل، فإن جبل الشعامبي اللي يشهد مواجهات يحيط به عدد كبير من العائلات اللي تسكن الجبل واللي عبروا عن خوفهم مما يحصل، خاصة أنهم على قرب من ساحة المواجهات. العباد ترقد ليل ونهار، فهمني عباد، فهمني لا عنا أسلحة، لا عنا حد شيء، لا عنا مورد رزق لهنايا، فهمني نحن حامينها، فهمني المنطقة هذه، فهمني وزاد الحديقة هذه، فهمني سكرت علينا كل شيء. إرهاب، فهمني يتعدى نورمال، ما تيقش به، فهمني ما عندوش لا حساسة، لا عنده فهمني حد شيء، يعني نحن لهنا رانا في خطر، نحن هنا في خطر، نطلبوا من الحكومة ونطلبوا من الدولة تعمل لنا حل. حتى يدخل لك إرهابي ما تنجمش تعرفه، ما تنجمش تعرفه، ونحن هنا هنا طريق رابطة مع الحد ديريك، ما تنجمش تعرفه جيك إرهابي مش إرهابي، ونحن هنا المنطقة ذي، نحن هنا نحن هما كاين عساس عليه، نحن هما نحمو فيه، نحن هنا نحبوا مركز أمن هنا، هنا يتهنوا بيه. أما أهالي القسرين فإنها تبينت أراءهم بين من يعتبر اللي صاير في جبل الشعامبي من مواجهات بين الجيش وعناصر مسلحة هو إفرازات الوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش للقسرين، بينما يوجه عدد آخر أصابع الاتهام إلى الكناطرية والسلفية. الحاصل في جبل الشعامبي في ولاية القسرين هو نتيجة لإهمال لعقود للمنطقة الحدودية وعلى رأسها ولاية القسرين، ونحملوا الرئاسات الثلاثة الحاصل في القسرين الفترة هذه، لأن القسرين هي الحزام الأمان للوطن الكل، والاعتناء بالقصرين وبمقدراتها وبأبنائها هو اهتمام بالوطن ككل. لذلك نشد على أيدي جيشنا الوطني وقوات الأمن والحرس والإطارات الطبية والشبه الطبي بالمستشفى الجوي بالقصرين، ثم نطالب بإيلاء الاهتمام أكثر وبطريقة مضاعفة لولاية القصرين من أجل أن تكون فعلا صمام الأمان لهذا الوطن. اللي مش أي إنسان يحمل سلاح هو سلفي، ينجم يكون مروج تاع زط الله يحمل سلاح، هارب من جبل رشتر شيء بعشرين سنة قديش شد الحاجة جبل عادي باش نحمي نفسي، يلزم أنا نغرس الغام ولازم نجبد كلاش نعمل أي حاجة باش نحمي نفسي. يكون سياسي، يكون إنسان سبحان الله لقيت الروح هارب من جبل سلاح تفليته ومعناها عادي. ويذكر أنه محمية جبل الشعامبي أصبحت منذ أمس منطقة عسكرية مغلقة ومحظورة، وتم منع أي طرف من الاقتراب من الجبل، حتى وسائل الإعلام طلبوا منها مغادرة المكان.